كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. جينا احنا مجموعه اطباء من مدينه فاس، التحقنا بالناس ديال الرباط وجينا لهنا لمدينه بوجدور باش نشاركوا في هاد القافله الطبيه لفائده الساكنه ديال مدينه بوجدور، وذلك بمناسبه هذا اليوم الوطني، العيد الوطني ديال 11. دكتور زكراوي، عضو في جمعيه العمل الاستعجالي. هذا اليوم وغدا وبعد غدا جمعية ديالنا بمشاركة مع مدينة بوجدور، عمالة مدينة بوجدور، والمشاركة مع أصدقاء المستشفى الإقليمي ديال بوجدور وأكوابو وغمازين، كلنا جمعنا باش نديرو مستشفى متحرك لصالح صالح الساكنة ديال بوجدور. فيه مستشفى متحرك، فيه لي كونسلطاسيون، وفيه سميتها لا شيروجي، وفيه لا شيروجي اوفتالمو، لا شيروجي ديال شيروجي جينيرال، وكاينه لا سيركونسيزيون. اليوم مناسبه تخليد ذكرى 8 لتقديم وثيقه المطالبه بالاستقلال 11 يناير، قامت ساكنه بوجدور بالالتحاق بمستشفى الكبير ديال بوجدور للاستفادة من حملة طبية فيها جميع الاختصاصات نظرا للنقص اللي كتوفر عليه مدينة بوجدور من التخصصات الطبية. اليوم التحقت كساكنة بوجدور للاستفادة والانخراط في هذه الحملة.